سمعت عن التطبيق الجديد اللي اسمه ايبار. اولك شو التطور هذا؟ قال بتصف سيارتك عن طريق التطبيق، وحتى لما في عندك انترنت بيزبط عن طريق المسج كمان. وكمان بتقدر تشحن رصيد من البلديه او من شباب ايبار، وبضل عندك وبتقدر تستخدمه امتى ما بدك. بدكم تعرفوا شو عم بعمل؟ انا عم بستخدم تطبيق اي بارك اللي من خلاله بجدد ساعات الموقف لسيارتي وانا بالعياده من دون ما اضطر انزل للسياره. تطبيق اي بارك سهل علينا كثير، كثير بوفر وقت، يعني ما رح نتكلبش. لو ما معي مصاري بصف عادي، فيش احسن من هيك. مش محتاج كمشه شماكل في جيبك ابو شريك، نزل هالتطبيق.